طبعا الامهات مش قادره اوصف لك هيتجننوا. الولاد قاعدين في البيت طبعا، اكيد الضغط عليهم زياده، اكيد الولاد زهقانين. الاول كانوا بيطلعوا الطاقه، دلوقتي ما فيش طاقه. في نقطه بقى مهمه عايزه اكلمك فيها، احنا بقينا مضطرين نسيب لهم الانترنت، بقينا مضطرين نسيب لهم التاب والموبايل يلعبوا عليه. نتصرف ازاي في الاجازه؟ طيب خليني اقول لك بس امثله بسيطه قوي. اينشتاين كان عنده سمعه واحد، توماس اديسون، هما الاثنين اتطردوا من المدرسه وفضلوا طول حياتهم قاعدين في البيت. الفكره في الاثنين ان الامهات عرفت ايه نقطه الضعف بتاع اولادهم، سواء كان اينشتاين او كان توماس اديسون، كانوا عارفين ايه المشاكل بتاعتهم وبدا يشتغلوا عليها، وعرفوا هو موهوبين في ايه، فبدا يستغل وقت فراغهم في ده. بيكاسو مامته كانت بتقول له، لو انت كنت في كنيسه كنت هتبقى رئيس القساوسه، لو انت كنت في ضابط كنت زمانك بقيت وزير دفاع، بس انا بقيت فنان عشان كده بقيت بيكاسو. اوكي. فالفكره في الام ان هي تعرف ايه المشاكل بتاعت ولادها ممكن تشتغل عليه بشكل سلوكي، وايه الموهبه بتاعته عشان تقدر تستغل وقت الفراغ بتاعه. دي حته مهمه جدا. بس هي الموهبه دلوقتي بقى صعب قوي ان احنا ننميها واحنا قاعدين في البيت، مضطرين ننزل، مضطرين نروح نوديه نادي، مضطرين نروح نوديه مكان يتعلم فيه اختلاط. فنتصرف ازاي؟ يطلع موهبته دي ازاي؟ طيب هقول لك حاجه، خليني اقول بس حاجتين مهمين انت كنت بتتكلم عنهم في الاول. اللي هي التلفزيون والتابلت والحاجات دي غصب عننا. طيب لما ابني بيقعد كتير قدام التلفزيون، الماده الزرقاء اللي بتاع التلفزيون او اللي بتعرف توصل له دي بتقلل ماده الميلين اللي في المخ، بتخلي اللي هي خاصه بالاجزاء العميقه بتاعت المخ بتاعت النوم، نوم عميق، فبتعمل له اضطراب في النوم. فاضطراب في النوم ممكن يجيله كوابيس، ممكن تجيله حاجات كتير جدا سلوكيه، فانا كده مش بنميه. طب لو ابني كان صغير شويه بيجيله حاجه اسمها خلل في الفصيلات العصبيه في المخ، هو بتاثر بعد كده عليه سلوكيا، ممكن اي دي اتش دي، فرط حركه، ممكن مشاكل في النطق، ممكن تلعثم في الكلام، فانا كده ما استفدتش حاجه. لا انا اوقات بحطه عشان خاطر يعني انا متخيله ان ده حاجه كويسه ليه. او البعض الاخر، انا بتكلم على اجازه، او البعض الاخر اللي بيستخدموا العنف، الزعيق. اليونسكو من كام سنه كانت عامله احصائيه بتقول ان 72% من الاطفال المصريين بيتعرضوا للايذاء البدني، لا ضرب، وفي 90% بيتعرضوا للايذاء النفسي، انت غبي، انت مش عارف ايه. فاحنا عندنا نقطه مهمه جدا، العنف الاسري. ما بيقدروش يتحكموا يا دكتور، يعني بيبقوا متعصبين او مش قادرين يسيطروا او عليهم ضغوطات كتيره، يعني بتطلع كده غصب عنهم. صح. يعني بس اقول لك حاجه، ممكن بصير. واحد من كل مثلا نقول 100، واحد من كل 100 بتاثر الكلام ده على الماده البيضاء اللي في المسار العصبي في المخ، فبعد كده لو زادت قوي ممكن تجيب له حاجه اسمها هوس اكتئابي او اكتئاب وميول انتحاريه. يعني ممكن تعدي مع واحد طبعا انا مش بتكلم على الناحيه السلوكيه اللي ممكن بعد كده تاثر فيه، اللي هو بياخد شحنه من الضرب، فبعد كده بقى طول ما هو قاعد في البيت بيضرب بيختار اخوه الاضعف منه واخد شحنه من الضرب فبيطلعها، فانا كده ما استفدتش حاجه. انا استفدت على المدى القصير، يعني ابني لو كان مش شخصيته خجوله هيبقى عنده قله ثقه بالنفس، وعنده عايز يرضي رغبته بتاعت الضرب مع شخص اضعف منه. لو حد كان شخصيته الجريئه هيبدا بعد كده يتمادى في الشتايم اللي ممكن يتكلم فيها، او ممكن بعد كده يضرب اب او ام، ده طبعا حاجه غلط، بس كنوع من انواع الاسقاط النفسي، بتضربني طب انا هاخد حقي. ما بيتعلم بقى، ما هو بيلقط، ما هو هنا عصبيه اكيد هو هيتعلم العصبيه، يتعلم الزعيق. طب ايه رايك يا دكتور مع بعض كده نشوف الموضوع على ارض الواقع، نروح لاسره مصريه من اللي قاعدين في البيت بسبب طبعا ظروف كورونا، نشوف هما بيتعاملوا ازاي برضو مع ولادهم وبيقضوا الاجازه ازاي.